اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم الاختيار الصح. النهارده بقى هنتكلم عن موضوع مختلف عن الحلقات اللي فاتت. اتكلمنا قبل كده عن الشعر والبشره وازاي نعتني بيهم، وعرفنا معلومات يمكن كتير مننا كان بيسمعوها لاول مره. نتكلم النهارده بقى عن العنايه بالجسم. طبعا كلنا عارفين ان البنات هي الاكثر اهتماما بالجسم والعنايه بالجسم من الشباب، بس شكلنا كده النهارده هنغير وجهه النظر دي لما نتعرف على اهتمامات للشباب يمكن احنا كبنات ما كناش نعرفها قبل كده، مع ضيفنا اللي دايما منور برنامجنا مستر لطفي. اهلا بحضرتك. اهلا بك. يا في البدايه كده عايزين تكلمنا عن يعني قبل ما ندخل بقى في المنافسه بين الشباب والبنات في الاهتمام بالجسم وكده، كلمنا عن ايه السبا عندك. احنا عرفنا ان عندك سبا في المركز، والخدمات ايه اللي انت بتقدمها في السبا؟ السبا هو نادي صحي او بيتقال عليه برضو منتجع صحي، لان كلمه سبا هي كلمه لاتينيه معناها من الصحه من الماء. عشان كده كل الخدمات اللي بتقدم في السبا بتكون خدمات صحيه بتفيد الجسم جامد. بيتقدم فيه خدمات كتيره جدا زي الساونا، طبعا ساونا البخار والساونا الحراره، الحمام المغربي، الحمام التركي، الحمام السوداني، عندنا طبعا المساج، الجاكوزي، الحجامه، تنظيف البشره. كل دي خدمات صحيه بتفيد الجسم وبتحسن من الطاقه الايجابيه للجسم، وبتساعد الجسم في ان هو يتخلص من الارهاق. والناس اللي بيبقى عندها دايما ضغوط في مشاكل الشغل، والناس اللي دايما بتبقى عندها الفقرات، الناس اللي بتقعد على مكاتب كتير، الناس يعني اللي دايما مش حاجه رفاهيه او حاجه، لا هي زي حاجة ما احنا هي حاجه صحيه ومفيده جدا للجسم خالص. تمام. طب سمعنا ان هي في حمام، يعني الحمامات او السبا بيبقى حمامات انواع مختلفه او كده، ايه انواع اللي موجوده في المكتب؟ احنا عندنا الحمامات، عندنا خمس حمامات، عندنا الحمام المغربي. يا خمس، يعني هم بيوصلوا لحد خمس؟ لا، وفي اكتر من كده بكتير، بس احنا دايما بنتعامل بالخمس حمامات دول. في عندنا الحمام المغربي والحمام التركي والحمام السوداني والحمام التلج والدلكه السودانيه. الحمام المغربي نشا من خلال الامبراطوريه الرومانيه، واصبح من العادات والتقاليد اللي دايما بيتبعوها في المغرب، وطبعا هو مفيد جدا للجسم. هو ده اللي مشهور او اكثر شهره هو اكثر شهره هو والحمام التركي. الحمام المغربي ليه فوائد كتيره جدا، بينشط الدوره الدمويه، بيساعد الجسم في عمليه الاسترخاء بتاع العضلات، بيتخلص من الجلد الميت. مفيد جدا طبعا للجسم، وبنستخدم فيه طبعا حاجات كتيره، بنستخدم فيه الليفه المغربيه، الطين المغربي، والصابون المغربي. طبعا هو بيهيئ الشخص لان هو يكون يتخلص من اي توتر او اي عصبيه، الاجهاد، الالام اللي بتاعت الظهر، المشاكل الكتيره دي بيتخلص منها. عندنا بعد كده الحمام التركي، والحمام التركي من اقدم الحمامات اللي ظهرت، وكان الاتراك دايما بيستخدموه. ده تقريبا اللي كنا نسمع عنه بقى زمان بتاع حمام التلات وكده. أيوة، كان الاتراك ساعتها في مصر ساعتها. ايوه فعلا. بيفيد جدا البشره والجسم بصفه عامه، لان دايما حمام البخار او الحمام اللي بتنفس جوه غرفه البخار، فده بيفيد الجسم كله، حتى البشره، الشعر، بيفيد الجسم كله عامه. الحمام التركي بيعتمد على التقشير بتاع الجلد الميت، بينشط الدوره الدمويه، بيحفز اجهزه المناعه، مفيد جدا برضو للبشره والجسم. البشره والجسم. البشره والجسم. طبعا. بعد كده عندنا بقى الحمام السوداني، ده من العادات اللي بيتبعوها في السودان. بس ده بيبقى معتمد على الدخان، يعني هم هناك بيتبعوا ان هم بيجيبوا دخان؟ الحطب. حمام دخان. بيجيبوا الحطب يولعوه، بيحطوا فيه طبعا اعشاب السدر واعشاب الطلح والمرمريه والريحان، وبيبدا الشخص يتعرض للبخار دوت او للدخان دوت في مكان مقفول. هو حضرتك تقريبا كانك بتتكلم عن الساونا، حاجه شبه كده سخونيه من غير بخار. ايوه بالظبط كده. بس هم هناك بيعتمدوا عليه بالدخان، احنا هنا بنعمله جوه غرفه البخار، بحيث طبعا ان البخار بيفتح المساوي. غريب حكايه الدخان دي. وبندخل الاعشاب دي طبعا، فبتفيد الجسم كويس. الاعشاب طبعا كده كده بيمتصها البشره. ايوه بالظبط كده. عندنا بقى بعد كده حمام التلج، وده خاص بالناس الرياضيين، الناس اللي بتلعب العاب شاقه. ده ما بيكونش في غرفه البخار، ده بيكون من خلال مختص، بيبقى درجه الحراره بتاعته من 10 ل 15 درجه. طبعا هو مفيد جدا للناس اللي بتلعب رياضه، لان طبعا هو بيعالج الالام اللي موجوده في العضلات وفي الاوعيه الدمويه، بيقدر يمتص الالتهابات والكدمات، بينشط الذاكره. بالنسبه للناس الرياضيه في ناس بتقدر تنزل. طبعا بالنسبه للناس الرياضيين هو مفيد جدا، يعني بيفيد بينشط الدوره الدمويه، بينشط الذاكره، وبيعزز اجهزه المناعه. بس مؤلم شويه يعني، محتاج. بس طبعا مع التعود بيكون كويس جدا، وليه فوائد كتيره للناس الرياضيين. الرياضيين بالذات طبعا. بعد كده عندنا الدلكه السودانيه، ودي برضو بتبقى من خلال غرفه الساونا، دي عباره عن خلطه بتتكون من زيوت واعشاب ومواد طبيعيه. الدلكه السودانيه من الحاجات اللي نجحت برضه، لان هي من الحاجات اللي بتعالج توحيد لون البشره، بتعالج الحبوب، البقع، اي مشاكل احنا موجوده. معانا اتصال بعد اذنك. الو، مين معانا؟ كرم. اهلا يا كرم، اهلا بيك معانا.
ازي حضرتك عامله ايه؟ اهلا بيك، الحمد لله تمام، اهلا بحضرتك. بس عايز استفسر ايه؟ افندم اتفضل. تعالى استفسر بس حاجه. اه طبعا اتفضل، معاك مستر لطفي تستفسر منه، اتفضل مع حضرتك. هو سامعك. ازيك يا ازيك يا كرم؟ الحمد لله والله الحمد لله. كنت بس عندي استفسار دلوقتي، انا بشرتي جافه جدا وعندي مشاكل في الجو ده ومش عارف الحل او اعالجها ازاي. تمام. احنا عندنا كرم البشره الجافه دايما بيكون لها اسباب كتيره. ممكن يكون نقص عوامل الترطيب الموجوده، سواء عوامل الترطيب الداخليه. كنت حضرتك اتكلمت برضو عن في الحلقه اللي فاتت. نقص عوامل الترطيب مهمه جدا سواء الداخليه او الخارجيه، ان انا احافظ على نسبه الميه اللي انا بشربها اللي احنا قلناهم الثمان كوبايات. ميه. وعوامل الترطيب الخارجيه مهمه جدا طبعا. انت لازم تتجنب استخدام الميه السخنه، لازم تتجنب استخدام المنتجات الكحوليه، التعرض للشمس، كل الحاجات دي بتؤدي لان انت بشرتك تكون دهنيه. انت ممكن تتعامل ان انت هتستخدم زيت جوز الهند قبل ما تنام، هتدهن بيه بشرتك وهتبدا تتعامل بمواد ترطيب زي مثلا لبن جوز الهند او زيت اللوز الحلو. كل الحاجات دي او كل العوامل دي هتخلي بشرتك تبقى كويسه جدا. وطبعا هتتجنب استخدام الميه السخنه زي ما قلنا، استخدام المنتجات الكحوليه لان دي كلها حاجات بتاثر على البشره جدا. يعني حتى الواحد لما بيرش الكحول بتاع الكورونا ده فعلا بعدها بيحس انه قشف ايده. ايوه فعلا. دي تمام. تمام. سؤال تاني يا استاذ كرم ولا هو شكله أفضل؟ طيب ميرسي لاتصالك، ويعني خليك تابع الحلقه بنقول حاجات مهمه ان شاء الله. نرجع لموضوع الحمامات. هل بقى الحمامات اللي هي السبا دي بانواعها ما شاء الله انا مره في حاجات غريبه تختلف من بنات او من شباب لبنات؟ يعني هل البنات يناسبها ده ما يناسبهاش النوع ده او الشباب؟ لا، هو طبعا النهارده الشباب ما همش اقل اهميه من البنات. بالعكس النهارده الثقافه بقت تخلي الشاب يهتم بكل حاجه. ما احنا اللي بنقول النهارده صحيح الشباب اكتشفنا ان هم عندهم اهتمامات. طبعا، ودي حاجه مفيده جدا سواء للبنات او سواء للولاد. وبعدين هو احنا زي ما قلنا ان الاصباء اصلا كان موجود من زمان، من ايام حمام الثلاث، وكان برضه مقسوم على اولاد وشباب. فعلا دي حقيقة. فالنهارده زي ما قلنا الثقافه هي بتخلي الشاب يهتم بكل حاجه بمظهره، سواء كانت الشعر او البشره او الجسم ايا كان. فلا دي حاجه مش طب جميل جدا. احنا بقى عرفنا برضه ان في عندها ايه ده معانا تليفون. طيب مي، اهلا يا مي، اتفضلي حبيبتي. ايوه اهلا بيكي. اهلا يا مي، منوره الحلقه حبيبه قلبي، اتفضلي اسالي. منوره يا حبيبتي، اتفضلي معاكي، اتفضلي اكيد هتسالي السؤال. اتفضلي معاكي. انا اتكلم مستر لطفي. طبعا اتفضلي حبيبتي. ماشي. ازي حضرتك يا مستر لطفي؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. بقول لحضرتك انا كنت عايزه بس اسال حضرتك على حاجه بخصوص ابني. اتفضلي تحت امرك. ابني عنده 3 سنين. تمام. المشكله ان هو شعره ما بيتقلش وخفيف، يعني مش عارفه اعالجه ازاي بصراحه. تمام. هو حضرتك اهم حاجه في الشعر بالنسبه للطفل ان انت حضرتك تقصي اطراف الشعر كل 3 اسابيع، لان ده بيساعد في نمو الشعر بشكل صحي وبيغذي الشعر بتاع الطفل. ممكن نعمل له حمامات زيوت زي مثلا زيت جوز الهند مع زيت الزيتون مع زيت الخروع. ده حمام زيت مفيد جدا بالنسبه للاطفال. ايوه صح. وهنتعامل كمان معاه بانواع المساج عشان طبعا ننشط الدوره الدمويه ومن خلالها الخلايا بتسرح برضو كل مرتين في اليوم، مره صح. ايوه بالظبط. بنقلل من غسيل الشعر. لو بنغسل الشعر بنغسل طبعا، بنتجنب استخدام الميه السخنه. دايما وانت بتستخدم المنتجات حافظ ان انت الطفل بالذات ما يستخدمش اي منتجات فيها صوديوم، لان ده بيأثر على شعر الطفل. طبعا هتتجنب الاستشوار، المكوى، الحاجات اللي دايما فيها صبغه، لان الحاجات دي طبعا بتاثر على شعره. ده لسه بيبي صغنن ده بس عايزه تغذي له شعره شويه. ايوه ممكن نشط الدوره الدمويه فعلا يا مي. صح. ولو احنا هنستخدم كريم يعني بنفضل ان هو يكون كريم ماهوش دهني عشان ما ياثرش على فروه الراس بتاعتك. تمام. اي استفسار تاني حبيبتي؟ كتير ربنا يخليك. تسلمي يا مي، شرفتينا باتصالك يا حبيبتي. ماشي تمام. كنا هنتكلم في موضوع المساج بقى. احنا سمعنا ان في مساج كمان ما شاء الله المركز عنده حاجات. فعلا المساج هو طبعا علاج طبيعي مفيد جدا للجسم. وبيأثر طبعا على الاجهزه الحيويه اللي في الجسم، الاجهزه العصبيه والاجهزه النفسيه والاجهزه اللي بتتحكم في الجسم بالنسبه للحيويه بتاعه الجسم. ويعتبر المساج من اهم الفقرات اللي بتتقدم في الاصباع، لان بيكون ليه دور كبير جدا في انه يخلي الشخص يتخلص من الاثار السلبيه اللي في الجسم والتوتر والارهاق. وبيعالج مشاكل كثيره طبعا من خلال التعرض لبعض الحركات اللي بتأثر على الانسجه. طبعا المساج انواع كتيره جدا وليه فوائد كتيره جدا. الانواع بتاعه طبعا احنا في السبورت مساج، في الميكس، في الريفوكسولوجي، في الهوتستون، انواع كتيره جدا. احنا بنشوف الشخص بيبقى بيعاني من ايه او هو حابب ان هو يتعمل له اي نوع وبنتعامل بيه. يعني المساج كمان له انواع. طبعا انواع كتيره جدا. اوكي. وطبعا ليه فوائد كتيره جدا، ان هو بيخرج الرطوبه من الجسم، بيساعد في تنشيط الدوره الدمويه، تعزيز الاجهزه الحيويه،
بنتخلص من اي طاقه سلبيه. بس هو مرتبط في ثقافه المصريين بالرفاهيه، يعني ايه ان هو حاجه. لا هو المساج ليه فوائد كتيره جدا، ومن اعظم الحاجات اللي موجوده في الاصبع، لان بيكون ليه دور كبير جدا في ان هو الشخص يتخلص من اي اجهاد اي حاجه موجوده. بنستخدم فيه طبعا زيوت طبيعيه، وبنستخدم معاه برضه كريمات طبيعيه. لو احنا بنستخدم زيوت طبيعيه ممكن الزيوت اللي احنا بنتعامل بيها من عند العطار، في ناس دايما بتلجا للزيوت المستورده. يعني فعلا بيجيب نتائج او بيفيد الجسم طبعا. فعلا طبعا مفيد يعني. جدا. وممكن نستخدم طبعا كريمات زي كريم الحنظل الطبيعي او دهن النعام او كريم البحر الميت. كل دي كريمات مفيده جدا وبتاثر على الجسم تاثير كويس جدا، ده غير ان هو بيساعد بقى في ترطيب الجسم، في تغيير الحاله النفسيه للشخص، ان هو بيغير المود بتاع الشخص تماما، وبيساعده زي ما قلنا ان هو يجدد الحيوية بتاعته والنشاط بتاعه. ممكن تقريبا غالبا كده من كلام حضرتك بيأثر كمان على النفسية او المورال بتاع. ايوه فعلا. يخليه فريش كده يخليه كأنه يعمل له ريستارت. بالظبط، كأنه بيريستارت حياته من الاول. طب ده كلام جميل. في بقى حاجة تانية حضرتك يعني سمعنا كده المركز عنده، عندكم حجامة دي من الحاجات اللي مش دايما اي حد بيبقى بيفهم فيها قوي. هي عامة الحجامة ملهاش علاقة بالاصبع، بس احنا دايما يعني واحنا بنشتغل حبينا ان المكان يكون متكامل بحيث ان الشخص يلاقي كل الخدمات. احنا معانا فيديو يا جماعة. كويس عشان يورينا برضو. يخلي الشخص يتخلص من يعني نخلي الخدمات كلها في مكان واحد بحيث ان الشخص يلاقي المكان كله مكتمل. الحجامة اولا هي سنة نبوية، وورد فيها طبعا احاديث كتير ان افضل ما تداويتم به الحجامه. طبعا. بس الناس بتبقى يعني مش مطمنه قوي او عايزه تطمن ان الناس دي. لا هي بتبقى من خلال متخصص يعني. لان هي طبعا الحجامه فيهم. هي عمليه هي عمليه فصد لاخراج السموم والشواب والاخلاط اللي موجوده في سبحان الجسم. سبحان الله ما فيش حاجه بتبقى كده. طبعا طبعا فيها. هي لها مواعيد ايام السنه طبعا يوم 17 و19 و21 ليها مواعيد في الشهر الهجري. ايوه بالظبط كده. بس طبعا لو في شخص متضرر او تعبان عادي بتتعمل في اي يوم عادي. اوكي. طبعا الحجامه ثلاث انواع، في الحجامه الرطبه والحجامه الجافه والحجامه المزحلقه. فعلا؟ الرطبه دي اللي هي بيتم فيها فصد اللي هو التشريح اللي هو بنخرج فيه الدم الفاسد. اللي هو المتعارف عليها دي تقريبا. ايوه بالظبط كده. الجافه ديت ما بتبقاش فيها فصد للدم، بتبقى بس عباره عن حجامه جافه مجرد الكاسات بس بيتجمع فيها الدم وما بيتمش التشريح او الفصد عشان نخرج الدم. المزحلقه دي اللي هم بيستخدموا فيها بعض الزيوت او الحاجات اللي بتخلي زي بيستخدموها زي المساج، او عشان كده بيسموها مزحلقه. طبعا الحجامه يعني لها فوائد كتيره جدا. طبعا ازاله الاخلاط والسموم الموجوده في الدم. تنشيط الدوره الدمويه، تغذيه الاجهزه الحيويه في الجسم، تقويه جهاز المناعه. بس هي كانتشار في مصر مش موجوده بالشكل زي انتشار الصالونات العاديه وكده. بالظبط كده. وطبعا هي بتعالج مشاكل كتيره فيها. طبعا مشاكل الصداع والام الظهر والاكتاف هي مفيده جدا. فعلا. سبحان الله فعلا. طيب يعني لو هنقول حضرتك شكلك كده بتعملها يعني انت بنفسك او كده؟ هو احنا طبعا معانا المتخصص المسؤول في المركز، واحنا بنعملها طبعا. هي طبعا لها مواعيد، لو الشخص طبيعي عادي جدا مش حاسس بالم ولا حاجه بيعملها مثلا مره او مرتين في السنه. انما هي لو في. طب هل ليها اضرار؟ يعني خلينا برضو نقول هل ممكن يبقى ليها أضرار؟ لا هي مش ليها اضرار، بس طبعا التعامل معاها لازم يكون من خلال متخصص. يعني النهارده الناس اللي بيبقى عندها انيميا او سرعه ترصيب في الدم، او الناس اللي دايما بيكون مش عندها قادرين يفقدوا دم. صح. فالناس دي بيتعامل معاهم من خلال المتخصص، ان هو بيحدد او بيقول احنا النهارده هنعمل جلسه الحجامه ديت كل قد ايه. ومن خلال المتخصص اللي هي صحيح التكرار بقى اعملها كل قد ايه، دي بتبقى بناء على متخصص برضو هو اللي بيحدد. طب نتكلم بقى في موضوع تاني، العريس بقى. العريس اللي جاي لك عشان فرحه وعايز يبقى بيرفكت، ايه الخدمات او الخطوات او الشغل العريس عموما عند حضرتك في المركز ايه؟ العريس بالنسبه لي مش مجرد شخص انا بقدم ليه خدمه مقابل نظير مادي. احنا بنتعامل دايما مع العريس ان هو جزء مننا. هي دايما العروسه بتبقى يعني واخده حقها، ودايما العريس احنا دايما فكرتنا عنه انه بياخد دش ويلبس البدله. لا لا بالعكس. وخلاص. احنا بنعيش معاه طبعا تفاصيل اهم يوم في حياته، ودي حاجه طبعا بتسعدني وبتشرفني جدا. طبعا اليوم بتاع العريس بيتحدد على حسب طبعا ما بيجي يحجز. بنبدا نشوف ايه الخدمات اللي هنقدمها له وايه الباكج اللي هو يعمله. طبعا لو في الباكج حجامه او تنظيف بشره، ده لازم بيكون قبل المناسبه على الاقل خلص اسبوع او 10 ايام عشان يبقى عشان لو في اي حاجه لها اثار تكون. هي بالظبط كده. وبنبدا بقى طبعا شغل الحمامات والساونا والجاكوزي والاصبع مثلا بيكون قبل الفرح بيوم بالظبط. بيوم يكفي يعني مش قبل الفرح بليل. وبنيجي بقى بعد كده طبعا يوم الفرح بيبقى طبعا على قد الفينش لو هيعمل بروتين وبيلبس، وطبعا بيروح بقى لو وراه سيشن. لا ده كلام كبير ده. طلعتوا بتتعبوا برضو زينا مش احنا بس. تمام. طيب يعني نقدر نقول في مشاكل ممكن تقابلك لو بالنسبه للعريس؟ شغل العريس اللي جاي ده ممكن ايه الحاجات لا هي مش مشاكل بالظبط، يعني هي ممكن تكون مثلا يعني طبعا اغلب الناس او اغلب العرسان بيكون عنده حته المواعيد بتكون صعبه جدا.
ودي اكتر حاجه احنا بنعاني فيها، ان هو طبعا برضه بيبقى غصب عنه. قصدي حضرتك التأخير، التأخير بيرحل، فممكن التأخير دوت بيرحل المواعيد، فممكن تلاقي عريسين او ثلاثه في وقت واحد، فده طبعا بيضغطني، فالاهتمام مش هيبقى زي ما انت كنت حاطط في دماغك. والضغط ده بيخليني انا اصلا شغال مش يعني ببقى حابب ان انا اكون مش شغال وانا اعصابي هاديه عشان اعرف. ايوه صح، تعمله بمزاج زي ما بيقولوا. بالظبط. ايوه. طيب فاكر اي موقف حصل لك مع مثلا نتيجه اللخبطه دي؟ موقف في مواقف بالنسبه طبعا للعرسان، يعني اغلب العرسان طبعا التوتر اللي هو بيكون فيه. طبعا. فطبعا وارد ان هو يحصل اي مشكله، مثلا في واحد مثلا بينسى الجرافطه، في واحد بينسى، في واحد ممكن يجي وهو بيلبس يلاقي الشوز بتاعه نمره. اللي هي الحاجات اللي بتحصل برضو مع البنات يعني. ايوه بالظبط. نفس الموقف. طب لو هنتكلم بقى، نرجع لموضوع السبا تاني، لو انا عايز اعمل السبا ده في البيت، يعني انا مش عايز اروح مركز، وهل ممكن انفذ ده انا هو نفسي؟ ممكن يتنفذ في البيت، بس مش هيدي نفس الاداء بتاع المركز طبعا، لان طبعا المركز بيبقى مجهز على اعلى مستوى. طبعا غرفه الساونا بتكون مجهزه طبعا ب رخام معين، الرخام ده بيكون سخن بدرجه حراره معينه عشان يقدر يمتص الرطوبه اللي موجوده في الجسم. طبعا لازم يكون موجود فيه موسيقى عشان تهيئ الشخص ان هو يتخلص من الطاقه السلبيه اللي موجوده في جسمه. طبعا الشخص اصلا اللي بيشتغل بايده وبيكيس الجسم وبيشتغل ده، طبعا لازم يكون برضو واحد محترف عشان يقدر يتخلص. بس بقول لك المساج والسبا تحسهم يعني مرتبطين، مرتبطين يعني ببعض. فهو احنا ممكن نعمل في الحمام المغربي في البيت، بس مش هيدي نفس الاداء. احنا ممكن ندي التركيبه والادوات اللي احنا نستخدمها، بس طبعا مش هيدي نفس الاداء بتاع الاصبع عامه يعني. طب وحضرتك بقى خلينا نقول بتعمل الحاجات دي كلها اللي احنا اتكلمنا فيها على حضرتك بتطبقها، ولا باب النجار مخلع؟ يعني مش على طول يعني، ساعات يعني فعلا. بتحس بفرق، بتحس انك فريش يعني. بالظبط. هو بحكم الشغل انا غالبا ببقى في غرفه الساونا، فالطبيعي يعني ايوه بالمره بقى يعني مش معقوله بقى صاحب الموضوع مفيش. بس بتحس طبعا بتحس بفرق جامد، بتحس براحه جامده، بالجسم بيرتاح. معانا اتصال من السعوديه. السيد اهلا. اهلا اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك، منورنا ومنور البرنامج ومنور البلد وكل حاجه، اتفضل. اهلا بيك. ربنا يخليك يا رب. والله انا بتابع البرنامج بقالي فتره مع الدكتور لطفي، فكنت محتاج بس اساله سؤال بس. طبعا اتفضل اتفضل، مع حضرتك سامعك. هو اتفضل. ازيك يا مستر لطفي؟ اهلا. ازيك يا سيد؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. بقول لحضرتك انا عندي مشكله بقالها فتره، بعاني من موضوع التعلق. انا حاولت اعالجها طرق كتير، بس برضو يعني بترجع تاني. عايز بس من حضرتك بس اي حاجه، اي علاج ليها يعني، اللي هي تروح معلش ترجع تبقى موجوده خالص. تمام ماشي. بص يا سيد، احنا دايما بنقول ان التعلبه هي مرض مناعي بيهاجم فيه الجسم بصيلات الشعر. الثعلبه طبعا بيبقى ليها اسباب كتير، اهم اسبابها هو التوتر والانفعال والعصبيه الكتير والتفكير الكتير. فاحنا عشان نعالج الثعلبه لازم نتخلص من الاسباب اللي بتؤدي ليها. يعني انا النهارده لو احنا قلنا على وصفه تعملها وانت لسه بتفكر وبتتوتر وبتتعصب، يبقى احنا كده ما حلناش حاجه. فاحنا لازم نتخلص من بالظبط كده. فاحنا ممكن نتعامل معاها بزيت الثوم، لان زيت الثوم من الحاجات المفيده جدا اللي بتعالج الثعلبه وبيكون لها تاثير كويس جدا. وممكن نتعامل معاها برضو من بخل التفاح، لان خل التفاح برضو من الحاجات الحمضيه اللي بتقتل البكتيريا وبتنشط الدوره الدمويه في الشعر، وبيكون مفيد اصلا لعلاج حاجات كتيره ثانيه غير الثعلبه زي القشره وحاجات مشاكل ثانيه كتير. فانت ممكن تستخدم الاثنين دولت، وممكن برضو لو امكن ان انت تعمل كاس حجامه في المكان اللي موجود فيه الثعلبه، ده طبعا مفيد جدا، لانه بيتخلص من الدم اللي موجود، اللي هو طبعا ما فيش فيه نشاط، فيقدر يتخلص ويقدر الشعر ينبت تاني. بس طبعا العامل النفسي هو اهم حاجه بالنسبه للعلاج الثعلبه. يعني هو حتى لو ما استخدمش علاج والعامل النفسي بتاعه ظبط، طبيعي الشعر البصيلات بتطلع تمام. تمام. اي استفسار تاني؟ طب بقول لحضرتك كمستر، يعني هي يعني تاخد وقت قد ايه علاجها، مده قد ايه يعني؟ انا والله ده بيتوقف على العامل النفسي يا سيد. يعني انت لو ظبطت النفسيه بتاعتك وباذن الله استخدمت زيت الثوم او خلي التفاح، عارف اقول لك فعلا يعني حقيقي اي حاجه كده لها علاقه بالعامل النفسي تشيلها من دماغك. بالظبط كده، والله العظيم هي كده، مجرد ما هتتخلص منها من يعني ما تفكرش فيها كمان. بالظبط كده، هتلاقيها راحت لوحدها. عشان كده دايما دي حقيقه على فكره، حتى الاستشاريين بتوع الجلديه يقول لك حاول العامل النفسي هو اهم حاجه في بالنسبه للحوار بتاع الثعلبه. صح. شكرا. عفوا، شرفتنا باتصالك. شكرا. الحجامه، موضوع الحجامه لو هنتكلم، المركز واضح ان هو عشان متخصص في الرجاله وكده، فهل
هل لو في مثلا واحده بنت او كده عندكم بنات او لا ولا احنا. لسه ما الخدمه دي انتوا رجاله بس؟ احنا الشغل بتاع الاصباء في المركز عندنا خاص بالرجاله بالرجال كله حتى بالنسبه لتنظيف البشره كانت ناس كتيره كلمتني بس طبعا عشان احنا بنات عايزين بس احنا دايما يعني التخصص بتاعنا الشباب سواء في اي حاجه في الاصباء او الشغل بتاع البروتين تنظيف البشره كله تخصص شباب خاص بس في طبعا بنات او في مراكز علاج طبيعي بتعمل حجامه البنات بس بنت اللي بتعملها مش ما انا عشان كده قلت اسال لو يعني في حد حابب فيبقى شباب لا شباب بس لا كويس والله بصراحه الواحد من يعني ما كانش شايف مركز متخصص قوي كده للشباب لا بالعكس مش منتشر هو في مراكز كتيره في مصر لا قصدي كل الخدمات دي في نفس الوقت بس هو كل واحد بيبقى عنده مركز في الاصباع دايما بيحاول يميز الشغل بتاعه عشان طبعا ممكن يكون الخدمات هي بتتقدم بنفس الطريقه بس بيغير في الشكل بتاع الشغل بتاعه عشان يميز الشغل بتاعه طبيعي طب ايه نصايح ممكن حضرتك تقولها لنا بقى بخصوص الاهتمام بالجسم بشكل عام؟ طبعا احنا بنقول دايما الناس دايما عشان يتخلص من الطاقه السلبيه اللي موجوده في الجسم بتاعه لازم يلجا للاصباء من شهر لثلاث شهور يعني اقصى حاجه ثلاث شهور بحيث ان انت تبدا تجدد النشاط بتاعك والحيويه بتاعتك لان طبعا موضوع هو دوري ما ينفعش يبقى ان انا عملت مره لا طبعا دوري لان انت كل ما بتستخدم الاصباء كل ما بتحس بفرق جامد بتحس ان انت حاسس ان انت بنشاط بتجدد الحيويه بتاعتك بتتخلص من اي مشاكل او اي الام بالنسبه للظهر للرقبه للكتاف طبعا النهارده الضغوط اللي الناس فيها اغلب الناس اللي في الشغل اللي بيبقى قاعد على المكتب اللي بيبقى واقف على رجليه طول النهار كل المشاكل دي الحل بتاعها ان هو بتاع الاصباء ده لان طبعا الاصباء زي ما قلنا بيعمل على ترطيب الجسم بيفيد الجسم معنويا وصحيا يعني حتى معنويا اللي بيخرج من الاصباء بيبقى خارج مبسوط بيحس ان هو منتعش نفسيته حصل فيها تجديد كده بالظبط صح هو اغلب الناس لما بتحس بقعده المكتب وكده بتلجا للدكاتره يعني تلاقي دكتور عظم دكتور ونسي ان ممكن الحكايه كلها ان هو جسمه عايز فعلا قعده المكتب فتره طويله فيبدا يشتكي بظهره طب ما هو لو راح عمل مساج بدل ما هو لو دخل بس غرفه الساونا بس لان هو ما بيبقاش عنده حاجه عضويه لان طبعا الساونا من المميزات بتاعتها برضه والفوائد بتاعتها ان هي بتتخلص من السموم عن طريق العرق يعني الافرازات اللي بتخرج من الساونا دي بتفيد الجسم جامد لان دي بتبقى افرازات موجوده بتخرج عن طريق العرق بتنشط الدوره الدمويه بتغير بتعمل عمليه استرخاء حتى العضلات والانسجه اللي الناس اللي دايما بيبقى شغلها مرهق جدا او في تنشنه او بالظبط كده بيعمل عمليه استرخاء للعضلات وهدوء بتخلص من اي توتر اي ارهاق فده مفيد جدا للجسم يعني كنا مش رفاهيه يعني زي ما اغلب الناس يعني هي ممكن نقول مثلا يعني ناس احنا ثقافتنا هنا كده مساج بقى ده لا مش والله ما مش بس انا ما انا بدات يعني من كلام حضرتك وبرده الواحد سمع وقرا عن المساج ان هو لا حاجه شبه مهمه يعني المساج مفيد هتلاقي جدا هتلاقي الشكاوي كتير اللي في جسمنا وطبعا دي طبعا في خطوات احنا بنتبعها في المساج ان هو طبعا لازم الشخص لو يا اما بيخش الساونا يا اما بياخد دش ميه سخنه لان ده بيساعد في هدوء اعصابه طبعا المكان اللي هو بيكون بيعمل فيه المساج لازم يكون فيه شمع او اضاءات هاديه طبعا الموسيقى مهمه جدا في حوار المساج لان هي طبعا بتساعده في الاسترخاء وبتساعده في انه يتخلص من اي طاقه سلبيه موجوده في جسمه كل ده بيبقى متوفر في المركز الموسيقى ايوه طبعا كل ده طبعا سيستم موجود وفي نفس الوقت برضو الزيوت اصلا اللي بيستخدمها بتكون زيوت مفيده الكريمات اللي احنا قلنا عليها دي كريمات مفيده اصلا بتفيد الجسم بتساعد الانسجه في التخلص من اي حاجات او اي مشاكل بتقابلها طب لو حد حب يعني يجيب من المركز من عند حضرتك الماتيريال او الحاجات وهو مثلا يعملها في البيت متاح لشراء الحاجات هو متاح بس طبعا احنا النهارده عشان هو يمارس مساج ممكن لا قدر الله يعمل حاجه غلط فانتوا تفضلوا ان انتوا لان طبعا هو المساج طبعا لازم اللي هيشتغل مساج يكون دارس تشريح حضري يكون خريج تربيه ده عشان يبقى فاهم العضلات والاوعيه النهارده احنا بنتعامل مثلا من الجنب اليسار لو احنا بنتعامل للشخص العادي عشان ده في اتجاه الدوره الدمويه للقلب لو النهارده بتبقوا عارفين بالظبط لو النهارده هو مثلا لا قدر الله عنده ضغط او قلب وسكر بنبدا من اليمين عشان ما يبقاش في اتجاه القلب للاسف عمالين يقولوا لي وقت الحلقه خلص مع ان المعلومات الاخيره دي مهمه جدا ويعني كلام مع حضرتك ما بيخلصش وفعلا استفدنا ويا رب تكونوا استفدتوا معانا وعجبتكم الحلقه وان شاء الله نسيبكم كده الاسبوع الجاي ونتقابل في نفس الميعاد ان شاء الله مع برنامجكم الاختيار الصح تصبحوا على خير